المستثمر الإيطالي لما اشترى أسهم توتورا في 2005 حقق أرباح بعد 5 شهور من شراء الشركة كانت 1,107,000,000. طبعاً ده رقم كبير جداً كعمال تعمله في سنة. النهارده المستثمر الإيطالي محقق ميزانية 14,000,000 جنيه خسارة بمجرد إن العاملين قالوا عايزين أرباحنا، قفل المصنع تماماً، أغلق المصنع تماماً، إدى للعمال أجازة إجبارية لمدة 15 يوم تنتهي امبارح. العمال رفضنا الأجازة الإجبارية، موجودين في مصنعنا. المستثمر الإيطالي رفض يقعد مع اتحاد عمال مصر، رفض يقعد مع نقابة العمل بناء والأخشاب، رفض يقعد مع وزارة القوى العاملة. المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل في شرم الشيخ كان دعوة للاستثمار والتنمية، ما كانش دعوة إن المستثمر يرجع عمال مصر لعهود الصخر. العامل هو العنصر الأساسي في التنمية، بدون العامل مفيش تنمية. هتبقى إطلاقا لا يمكن النهاردة في وسط الاستثمار، لابد من وجود تشريعات عمالية تواكب صف العامل. أبدا عمال مصر مش هيرجعوا لعهود الصخرة. المكتسبات اللي حققها عمال مصر في السنين السابقة مش هنسيبها أبدا ومش هنفرط فيها أبدا. الاستثمار مش معناه إن العمال ترجع لورا، لا، احنا بالنيابه عن عمال اسمنت وتورا بنشكركم، بنشكر حزب الدستور للدعوه الكريمه. احنا واقفين في اسمنت وتورا، موجودين في وسط مصنعنا المعطل. اسكان الحكومه، مش عايز اتكلم المستثمر الايطالي، لان المستثمر الايطالي اتبرع لصندوق تحيا مصر ب 10,000,000 جنيه، ده مش معناه ان صمت الحكومه. اساس الاستثمار، اساس التنميه في مصر هو العامل. احنا من هنا بنقول احنا معتصمين في مصنعنا اللي هو قفل، واحنا ما قفلناش. احنا ساعه ما كنا عملنا الاعتصام كان مصنعنا شغال وبينتج. المستثمر اللي قفل، احنا من هنا مصرين على ارباحنا، مصرين قبل ارباحنا على تشغيل مصنعنا اللي بينتج من سنه 1927.